يعني حضرتك لما كنت بتحكي لي دلوقتي على الاستاذ عبد الحليم حافظ الله يرحمه، ولما قال لك على قرقشنجي ده قال لك ازاي بتعرف تحفظ الكلام ده؟ حفظتها ازاي؟ قال لي صعب قوي يا احمد. قلت له يعني هي معايا انا تمشي. قعدت عندنا كانها معايا في البيت. انت عارف يحفظها معاك؟ امال ايه؟ مع بعض كنت دايما اروح له البيت يقول هات اربعه مزيكا معاك وتعالى. اروح انا قبل الحنبليخ حمزه عنده عايزين نتكلم يا اخوانا لسلطانكم اغانيكم الصبح بس خلاص هيغني يعني عايز افهمك يعني ما معنى الصح الدح ايوه الصح يعني وحش الدح يعني حلو كويس امبو مفيش ولا طفل ما قال امبو انت صغير قلت لماما امبو يا ماما ايوه قلت امبو مش كده والله قلت امبو والله يا دكتور مظبوط الله يا ستك كلنا قلنا امبو قال له ده كان ايه الصح يعني والدح طب ما في ما ايه بابا قبح مش عارف ايه الحاجات دي بابا قبح ولا الصح الدح امبو طب دلوقتي عايز كمان لنا ولا الصح الدح امبو بس دي برضو اغاني لطيفه برضو ما انت اللي فتحت الباب لا ده حلو انا معجب بيهم جدا دول انا بموت فيهم بس انت الاساس الحمد لله فالاستاذ عبد الحليم كان يقول لك هات اربع موسيقيين وتعالى اربعه معاك وتعالى لي وتقعدوا تغنوا في البيت عنده والله والله العظيم يعني كان كل يعني شهر مره مرتين وكان يغني معاك الساح ده حبه كان شخصيته ايه عبد الحليم حافظ يا سلام الله يرحمه عبد الحليم اول مره غنى معايا في فرح في الهيلتون ايوه سنه 72 غنى معايا في الهيلتون الساحة ده حنبوه غنى في الفرح او والله العظيم ثلاثة كان معايا مجدي الحسين موجود ايوه وسمير سرور الله يديه الصحة يا رب وطول العمر كان موجود برضه كسور زكي موجودة في الفرح كان فرح كبير قوي وانا غنيت له خسارة خسارة انت غنيت له خسارة خسارة في رأيي كده اسمع لك بقى الطريقة بتاعت احمد خسارة خسارة في رأيك يعني اتفضل حضرتك عبد الحاجة انت ست عظيمه جدا ومثقفه جدا وحضاريه جدا وانا مش قدك يعني عليا بالوشوش يعني حاضر بالوشوش خلاص بالوشوش دي اول مره سمعتها أيوه. هكتبها بالوشوش يعني بشويش طب بقى انا عايزه اقول لك شفت انت غنيت اغنيه عبد الحليم غنيتها في الفرح خساره خساره جميل يعني اداء جميل وارجع لنبره الحزن اللي في صوتك قال لي يعني انا بقول له غنيها معايا قال لي مش فاكرها يا احمد والله في الفرح بقول له غنيها معايا يا حليم قال لي انا هغني الساحه ده وغناها والله العظيم حصل ايه بقى في الفرح؟ بقول لك حصل قنبله الناس كلها مش مصدقين ايه ده؟ عبد الحليم عبد الحليم حافظ بيغني الساحه ده عمرو احمد ده حب وعشق لان ده فنان كان شكر هو عبد الحليم واحد عبد الوهاب واحد سيد ام كلثوم واحده فريد واحد فايزه واحده الله يرحمها ست واحد واحمد عدويه واحد بعيد بعيد عن الـ 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 الحسد والقر يعني انا مش هقر عليك لكن بيقال انك امتلكت الملايين وبنيت عمارات وبيقال ايضا انك مسؤول عن عشرات وعشرات العائلات والاسر والناس أنا ايه حكايتك مع الفلوس والناس الغلابه؟ لا انا بنيت العمارات دي مش لنفسي انا عملت لنفسي ولولادي مستقبل برضه انما عملت لاخواتي ولاد اخواتي واصحابي واللي مش عايز اقول لك يعني اللي بيعمل ربنا مش انا ده عملت يعني ده اللي قال لك اللي عايزه البيت محرم على الجامع انا نفسي اعمل جامع وان شاء الله اعمله بس الشيخ شعراوي كان يحبني قوي الله يرحمه انا بساله الموضوع ده بقول له سيدنا انا عايز اعمل جامع قال لي انت عملته اكتر من جامع قلت له ازاي البر بالاهل والغلابه قال لي انت بريت باهلك وعملت لهم عمارتين دي عند الله كبيره قوي يا ابني فما تخافش انت عند الله مكتوب لك اللي في نفسك فيه وان شاء الله ربنا يديني الصحه واقدر اعمله ربنا يديك الصحه الله يخليك يا رب ربنا يديك الصحه